مهما كنت شايف إن شغلتك صعبة، فأكيد أنت مش بتواجه نفس الصعوبات اللي بيواجهها المحامي. الناس كلها بتيجي تقولك الحقني يا متر، خرجني يا متر، أنا مصدوم يا أستاذ، ابني هيروح مني، بنتي مش وش بهدلة. والمفروض إنك مطالب تسمع للكل وتراضي الكل وتحاول تجيب البراءة برضو للكل. والسؤال هنا، هل أنت ساحر؟ والإجابة يا ريت، ده أنا محامي. لو حاسس في كلامي شوية مبالغة، فأنت أكيد ما تعرفش قصة إيميل راتلبانك، الراجل اللي صحي من النوم راح للمحامي بتاعه وقال له أنا ماليش دعوة، شوف لك صرفة وصغرني في الأوراق الرسمية 20 سنة. تفتكر إيه اللي جه في بال المحامي وقتها؟ هل يقول للعميل بتاعه معرفش؟ مشكلتك دي ملهاش حل مثلا؟ لكن ده مش في قاموس المحامي. بعد اجتماع مغلق مع فنجان قهوة وشوية فضفضة، فهم المحامي إن الراجل مش قادر يكون صداقات مع الجنس اللطيف لأنه راجل كبير، ومفيش حل غير إنه يغير تاريخ ميلاده من 11 مارس 1949 ل 11 مارس 1969. الأغرب إن المحامي تضامن مع الموكل بتاعه زي ما يكون ابنه، وخد الروب وراح المحكمة ورفع الدعوة فعلا. مش بس كده، ده أخده للإعلام علشان يحاول يقنع الناس إن الراجل بيشعر بالتمييز بسبب السن. إيميل عجبته خطة المحامي، وبقى يخرج يعيط للإعلام ويقول لهم إنه مش قادر يحقق أي نجاح في التعرف على البنات. وعلى قد ما الكلام كان غريب ومجنون، على قد برضه مكان المحامي في ظهر العميل